ما قدرش يمسك نفسه من الحزن فبكى، مشاعره كلها انهارت لما سمع حكاية أسرة ضيفة في البرنامج. الأسرة كلها على بعض في قلب الأزمة العربية، ويا عالم يطلعوا منها أحياء ولا لأ. مين هو ضيف الفنان إدوارد في برنامجه؟ وإيه اللي بيحصل مع أهله بالظبط في منطقة الأزمة؟ كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. تقريبا ما بتعديش ساعة حاليا إلا ونعرف قصة جديدة وحكاية بتحكي معاناة إخواتنا في الأزمة العربية. صغار بتنتهي حياتهم في المهد، والشباب بيفقدوا كل ما يملكوا في حياتهم. أما حكاية النهاردة فظهرت أو عرفناها من خلال الفنان إدوارد اللي استضاف كاتب من الكتاب الكبار في البلد الشقيق، الكاتب شفيق التلولي. وشفيق حكى بكل صدق عن أكبر أزمة تقابله في حياته دلوقتي. حكى أن أهم أمنية في حياته إنه لما يرجع بلده بإذن الله يلاقي أهله أحياء وما يكونش فيهم حد تنتهي حياته. الكاتب شفيق خلال البرنامج وضح أن أشياء كتير سيئة بتحصل في بلده حاليا، مشاهد مجرد التفكير فيها بيكون موجع ومرهق جدا ليه لأقصى درجة ممكنة. بشر كتير بتنتهي حياتهم، وبيوت كتير بتتساوى بالأرض، ومفيش مفر ولا منجد ليه حاليا. شفيق التلولي حكى لإدوارد إنه مش عارف أي حاجة عن أسرته حاليا، مش عارف يكلمهم ولا يتواصل معاهم، لا عارف هم أحياء ولا لا، مش عارف مين فيهم قاعد فين ولا مين فيهم بيدور على مكان، مش عارف حالتهم ايه بعد كمية المشاكل الكبيرة اللي بتحصل في المنطقة هناك دلوقتي. التلولي بعت رسالة لأهله عن طريق برنامج إدوارد إن كانوا بيسمعوه أو إن كان صادف وحد حكى لهم عنه. بعت وتمنى إنه يشوفهم على خير بإذن الله لما الأمور ترجع تستقر تاني لو استقرت. وبعد كل اللي سمعه الفنان إدوارد من ضيفه شفيق التلولي انهار ودخل في نوبة بكاء، وتمنى إدوارد بدوره السلامة لكل أهل شفيق وإن ربنا ينجيهم من الكرب اللي هم فيه حاليا، وحب يطمنه وقال له إن شاء الله هتشوفهم ويكونوا كويسين. اللافت أن لقاء الفنان إدوارد مع شفيق التلولي عمل حالة كبيرة جدا في الوسط المصري والعربي، لدرجة أن كل اللي اتفرجوا على اللقاء صعب عليهم جدا الكاتب، وتمنوا ليه أنه يرجع لأهله بالسلامة وربنا يحفظهم من الأزمة اللي هم فيها حاليا، وده إن كانوا أحياء، لأن ولا هو عارف ولا حد عارف إن كانوا أحياء ولا لا، مفيش وسيلة تواصل ليه معاهم، مش عارف يكلمهم ولا عارف هم فين بالظبط. كل الأماني إنهم يكونوا أحياء ويتجمعوا مع بعض بإذن الله على خير. في النهاية انتوا ايه تعليقكم على الأحداث اللي بتحصل؟ ولو حد فيكم يعرف أي أخبار عن أسرة الكاتب يكتبها في التعليقات ويطمنوا عليهم. ولو في أي حد فيكم قادر على الوصول بالاتصالات داخل الأراضي الشقيقة، ياريت يحاول يوصل لأهالي الكاتب شفيق التلولي علشان يطمنهم عليه أو يطمنه هو عليهم. أي معلومات مهمة تحاولوا تساعدوا بيها الراجل في أزمته الحالية، هو كل اللي طالبه إنه يطمن على أهله ويرجع ليهم بالسلامة ويكونوا هم كمان كويسين.